اهلا بحضراتكم مره تانية، وزي ما دايما بنقول ختامها مسك. دلوقتي احنا معانا فقره استثنائيه ومختلفه، معانا بنتين اخوات امارات الحقيقه قرروا يكونوا نماذج ايجابيه ليها دور في المجتمع، فكروا بره الصندوق عشان يكونوا اصحاب اعمال خاصه لدعم منتجات بلدهم في عالم تصميم الازياء والفساتين. واحده منهم بتدرس في اقتصاد وعلوم سياسيه، اما الثانيه فبتدرس في كليه الهندسه قسم عماره. ايه علاقه بقى العلوم السياسيه والهندسه بتصميم الازياء والفساتين، وازاي بيدعموا صناعه مصر في تصميم الازياء؟ ده اللي هنعرفه من ماهي حاتم رهوان. وروان حاتم رهوان نورنا في استوديو. صباح الخير يا مصر. نورنا وصباح الخير عليك. صباح الخير عليك. منورين. ميرسي. شكرا. طيب يعني انا هبدا بروان. روان انت بتدرسي في اقتصاد وعلوم سياسيه، واحنا بنتكلم دلوقتي انه كمان في مجال الازياء وتصميم الفساتين، ازاي ده حصل؟ انتوا باين ان هو صغير كمان ما شاء الله. احنا كنا واخدينها ان هي كهوايه في الاول خالص، لان احنا والدتنا اصلا ده مجال عملها، فاحنا كنا بننزل معاها المصنع اللي هو كنا الموضوع كان واخدينه كلعبه وشايفين ان اللي هو احنا حابين الفكره قوي، يعني ملهاش اي علاقه بدراستنا طبعا، بس احنا كنا حابينها قوي يعني. يعني الكلام ده من زمان، ده من زمان قوي وانتوا اطفال. اطفال، فكنا واخدين الموضوع لعبه، ان احنا بنروح بنجمع القماش على بعض، بنشوف الناس بتشتغل ازاي وبنحب نشتغل معاهم، فكان الموضوع متاخد كده. بس بعدين مع شويه بدأ بقى نكبر بقى الشغل احنا بتاعنا، بقى نكبر وبقينا نكبر احنا الشغل بتاعنا احنا. هو الفضل لماما برضو ان هي بدأت تخلينا شويه اندبندنت، ان انتوا لا ابداوا بقى مستقلين يعني. مستقلين، ان انتوا بداوا تعاملوا شويه لوحدكم، ما يبقاش الموضوع لعب، لا جربي. طب انا مثلا برسم من زمان، فطب ايه رايك الرسم وان هو يدخل مع السكتشز، وان انت تبداي تعملي سكتشز وديزاينز؟ فالموضوع جه كده يعني. الموضوع بدايته رسم؟ انا بالنسبه لي كان سكتشز وديزايننج. لا انا ببقى متابعه بتاعت، انا اللي ماسكه المتابعه بتاعت المصنع كلها وبختار القماش. يعني انت بتصممي وانت اللي بتتابعي؟ اللي بتابع او بختار القماش. طيب روان، ممكن حد هو بيتفرج علينا دلوقتي يقول طب يعني ايه الانجاز في كده، مامتهم شغاله في المجال ده فهم طلعوا بالتالي يعني بيشتغلوا في المجال ده وموجود والدنيا متسهله قدامهم، ايه الجديد او ايه الانجاز اللي هم ممكن يكونوا عملوه؟ ايه علاقه ده بان انتوا بتدعموا الصناعه المصريه في تصميم الازياء؟ بصي، هو بالنسبة ان احنا بندعم الصناعة، عشان برضو ابقى بتكلم معاكي بصراحة، ده بان اكتر في فترة الكورونا، لان احنا كنا الاول بنستورد القماشة بتاعتنا كلها من بره لحد ما جت فترة الكورونا، فكنا احنا محطوطين في بوزيشن ان احنا لازم نتعامل بالقماشات المصرية. فلما جينا نبدأ نتعامل لقينا ان لا، في فرايتيز وفي حاجات كتيرة جدا احسن بكتير من بره، تكلفة اقل وخامات احسن كمان. احنا لما بنيجي بنشتغل احنا ما بناخدش الماتيريال ونحطها زي ما هي. الماتيريال بالنسبه لنا القماشه او الخامه، الخامه تتحط زي ما هي، بتبقى عباره عن طبقات او لايرز كتير مع بعض بنشتغل عليها. احنا شايفين كده الصور، بنشتغل بالظبط، بنشتغل عليها على ان احنا نطلع ماتيريال مختلفه خالص محدش يعرف يقلدها او يبقى حتى فاهم هي اتعملت ازاي. فكل ده كان طبعا يعني القماشات المصريه ساعدتنا في ده جدا، لان كان في فرايتيز اشكال وحاجات احنا حتى ما كناش بنشوفها في القماشه اللي بره. طيب الاداره بقى، نروح للاداره شويه. الاداره بقى والماديات والحسابات والحاجات دي، مظبوط؟ انا اللي ماسكاها برضو. بسم الله ما شاء الله. الاداره، اداره مشروع زي ده كانت سهله عليك؟ لا تدرسي؟ لا لا لا، بيبقى انا بدرس وكنت بنشتغل في نفس الوقت الاثنين مع بعض. طبعا ان انا اعمل مانج للوقت بتاع دراسه والوقت بتاع الشغل، الموضوع كان صعب، بس يعني كنت بنحاول يعني. احنا لحد دلوقتي لسه بنحاول ان احنا نظبط الوقت للشغل وللدراسه في نفس الوقت يعني. بنحاول بس يعني الحمد لله يعني. تايم مانجمنت بس مش اكتر. عظيم، ربنا معاكم. طيب يعني يمكن مجال الازياء فيه حاجات كتير جدا، فيه اقسام كتير جدا. روان انت بترسمي، و يعني ماهي سوري انت بترسمي، ويعني انت عندك في قسم فساتين. انا يمكن كنت واحده من الناس اللي جربت، وكان ليا الحظ ان انا اجرب ان انا البس من عندكم، وكان في مناسبه مهمه جدا بالنسبه لي، فانا شفت فعلا انه قد ايه في دقه مع سرعه تنفيذ كبيره جدا، وفعلا في مجهود بيتبذل، يعني الموضوع اكبر بكتير من ممكن حد يتخيله، انه ايه يعني بتفصل حاجه او حاجه فستان او ما الى ذلك ايا كان القطعه يعني اللي بتنفذ، موضوع كبير ومش سهل ومحتاج دقه عشان يطلع مختلف. فعايزه اعرف منك انت ازاي بتقدري ترسمي وتنفذي في وقت قليل، وفي نفس الوقت برضو بتقدري ان انت تروحي جامعتك مش سهله؟ اكيد.
بصي انا زي ما قلت لك الموضوع بالنسبه لي تايم مانجمنت، ان احنا بنبقى عاملين جداول لنفسنا، فلما بنيجي بناخد مثلا مواعيد او ابوينتمنتس مع كلاينتس بنبقى بنرتبها بناء على الجداول بتاعتنا، بناء على ايه الاوقات الفاضيه وايه الاوقات اللي مسموح لها. غير كده ان في اوقات معينه في الاسبوع دي ببقى انا زي مثلا يوم الجمعه، زي يوم الجمعه انا ده بيبقى يوم معروف ان ده بس للشغل، ده مش لاي حاجه تانية غير للشغل. السكتشز بالنسبه لي دي حاجه انا بحبها، فانا ممكن فعلا ابقى حتى في الجامعه وفي عندي جاب او ارسم سكتش او يجي ديزاين في دماغي فارسمه، فالموضوع متاخد بحب اكتر، فمش شايفه ان هو ازمه، يعني ما ازمنيش في حاجه خالص. العكس، يعني عرفت اعمل تايم مانجمنت ما بين جامعتي وما بين الشغل في نفس الوقت. عظيم. بتتابع الموضه والازياء العالميه والدنيا وتصميم؟ دي تصميماتك كلها يعني؟ دي كلها رسوماتك الخاصه كده. مفيش اقتباس من مكان وتعديل؟ لا، كل ده دماغك انت. لا طبعا، بس اي حد بيعمل ديزاين بيبقى ليه ريفرنس، يعني اي حد بيعمل ديزاين اكيد بيبقى اتفرج كتير وشاف كتير الاول، بس ما باخدش حاجه انفذها زي ما هي، يعني بيبقى عاجبني مثلا حركه ترافل معينه، رسمه كورساج معينه، فانا اطورها واعملها بشكل مختلف، ده الطبيعي يعني اي ديزاينر كده. طيب روان، زي ما كنا بنتكلم اداره مشروع زي ده مش سهله، ومحتاجه يعني محتاجه يكون عندك خبره، محتاجه يكون عندك وقت كافي. عايزه اعرف منك فكره اختيار الناس اللي بتشتغل واختيار مواصفات، لازم يكون في مواصفات عشان تقدري تبني اسم وتبني زي ما بيقولوا سمعه براند او تعملي براند خاص بيكي بيمثل مصر زي ما كنا بنتكلم، اكيد ده بيبقى برضو ليه مواصفات ومعايير معينه. أكيد طبعا. واكيد كمان كان في تحديات تانية واجهتكم. طيب كلمينا عن النقطتين دول. بالنسبه للناس اللي شغالين معايا عامه تحت ايديا، احنا بنحب جدا جدا اول حاجه خالص احنا نجيب حد يكون مبتدئ، يكون احنا اللي بنعلمه اساسيات الشغل بتاعتنا، لان طبعا هنا لو جبت يعني حد كان عنده اساسيات عند حد تاني هيجي يقول لي طب انا كنت بعمل ده عند كذا وهو انت ازاي بتعملي كده، هقعد انا عشان انا اعلم حد ان هو يكون لسه مبتدئ بالنسبه لي اسهل بكتير من ان انا يكون حد عنده خبره بشكل ان هو يقص حاجه، يخيط حاجه، يعمل حاجه كان واخدها بشكل تاني خالص. بالنسبه لي انا اجيب حد مبتدئ واعلمه انا اساسياتي انا الاول. بالنسبه للسؤال التاني اللي هو التحديات، لا قابلتنا تحديات يعني زي كورونا، زي الكورونا يعني ده كان تحدي كبير. يعني عملتوا ايه؟ طيب غير لنا مجرى حتى الديزاينز، يعني هو غير كل حاجه، يعني مش بس اتحكم في قصه الشغل او ماديات، لا هو حتى الديزاينز اتغيرت تماما. لان لما جت فتره كورونا القاعات مثلا اول حاجه اتقفلت خالص وبقينا بنتكلم عن اوبن اير، فاحنا بنتكلم في ديزاينز ثانيه خالص واشكال ثانيه خالص، فبدانا لا ما بقاش فستان العروسه المنفوش اللي كله شغل وبالجاون ولازم يبقى بيلمع وكده، لا لازم بقينا ندخل لحته الحاجات السيمبل الهاديه. فغير كل حاجه، غير الديزاينز، غير خلانا نستعمل اكتر قماشات مصريه ونعتمد عليها، حتى بعد ما بدانا ان احنا نستورد حاجه ده اشتغل تاني، لا بقينا خلاص احنا اعتمدنا الصناعه المصريه لان خلاص احنا تعودنا على حاجات معينه وماتيريالز وناس معينه وباسعار معينه، ف غير لنا كل حاجه. عزيزي. غير لنا كل البلانز. مين بيشتغل معاكي؟ يعني مين معاكي، ولاد ولا بنات؟ وهل في من الشباب الصغير حد بيفكر ان هو يدخل هذا المجال؟ طبعا في كتير. في كتير بيفكروا، بس معايا انا في الفاكتوري او في المصنع لا، هم كلهم رجاله كبار في السن، يعني مش كبار في السن ولسه واول مره يتعلموا الشغل على ايديكم. بيبقوا احنا ممكن يجي لنا حد اكسبيرينس، بس احنا بنتعامل معاه ان هو مبتدئ، يعني بنتعامل معاه ان احنا ملناش دعوه بكل اللي انت اتعلمته ده خالص، احنا بنبدا من اول وجديد عشان نعمل حاجه مختلفه بالظبط كده، اساسيات. فبس بيبقى ده الكاتيجوري اللي بنتعامل معاه. عندنا شباب طبعا، يعني اكيد في شباب، بس احنا بنتكلم على اكترهم بيبقوا فئه الرجاله يعني. طيب مي، هرجع معاكي لتجربتي الشخصيه انا معاكو. انا يعني زي ما قلت لك كان حليفني الحظ انه انتوا تساعدوني في اختيار يعني لبس وشكل مناسب لحدث كان مهم جدا بالنسبه لي، هو افتتاح فعاليه منتدى شباب العالم في نسخته الرابعه. يمكن قعدنا مع بعض فتره طويله، اخترنا الفستان مع بعض بالفعل، وكان انا شفتك وانت بتختاري انت بتدققي في كل التفاصيل من اول الخامه اللي بتستخدميها لشكل وشخصيه والمناسبه اللي الشخص هيقدمها. فعايز اعرف منك التفاصيل دي انت بتشوفيها باي عين، يعني ازاي بتقدري تحدديها؟
انا بقعد الاول مع الكلاينت وبنقعد نتكلم مع بعض عشان اعرف احدد الكاركتر اللي قدامي، هي بتحب تلبس الستايل بتاعها ايه. يعني اكيد ستايل مثلا ماهي غير ستايل جمانة غير ستايل روان. في ناس بتحب تلبس الحاجات الزهرة قوي، وفي ناس بتحب الحاجات السيمبل قوي. وبعدين تاني حاجة ببدأ ادخل لها، طب الايفنت بتاعنا اصلا ايه؟ يعني انا ممكن اكون بحب الحاجات اللي بتلمع بس الايفنت مش سامح لي، زي الايفنت بتاع منتدى الشباب ده كان حاجة اوبن، يعني حاجة الصبح وبالنهار، فكنا محتاجين حاجة تكون هادية وتبقى حاجة شكلها لطيف ومناسبة على الموقف يعني. وفي ايفنتس تانية بتبقى في قاعات وبتبقى مقفولة وبتبقى اضاءات كتير، فبنحتاج حاجات تانية تحتمل حاجات اقوى شوية، حاجات اقوى شوية ستريسز بقى من اللي بتلمع، والحاجات بتبقى الزهرة. بعدين الالوان طبعا على البيرسونال بريفرنس، انت بتحبي الوان ايه، طب ايه الالوان المناسبه على الايفنت ده، فبناخدها ستيب باي ستيب، غير ان احنا بنعمل فيتنجز كتير مع بعض. يعني ما بتبقاش هي مره عملنا ديزاين تيجي تجرب كتير، يعني تجرب بنيجي كذا بروفا وبنيجي نجرب مع بعض، ممكن نغير حاجه في الديزاين بعد ما الديزاين يتنفذ. ممكن تختلفي مع كلاينت لو جت قالت لك انا عايزه كذا مثلا وهي ما يناسبهاش، بتختلفي معاها ولا بتنفذي ولا؟ لا، ان انا اختلف دي صعب، بس ممكن اقنعها باللي انا شايفاه صح بطريقه لطيفه، او حتى نوصل لوجهه نظر في النص. يعني ان انا اشوف ايه اللي هي عايزاه واحاول اعمله بطريقه مناسبه عشان ما بقاش بقول لها لا، بس اوبشن لا ده ما ينفعش، مش بقوله يعني. شرفتونا ونورتونا وبنتمنى لكم كل التوفيق. ما شاء الله نماذج تفرح الحقيقه، ويعني فاتحين مصنع ومعاكم ناس كبيره، يعني ده اللي لفت نظري في الكلام معاهم جمالنا تحت، يعني معاهم ناس بيدربوهم، ناس كبيره في السن مش صغيرين كمان، فما شاء الله اداره بقى اقتصاد علوم شخصيه يعني اداره. لا صحيح، يعني هما بنتين فعلا، تجربتين مختلفتين، مش فكرة بنتين قرروا ان هما يكملوا في مجال والدتهم، لا هما كبروا، يمكن والدتهم كمان هي ابتدت من الصفر، هما كبروا مع والدتهم وقدروا ان هما يوصلوا نجاحات كمان كتير، قدروا ان هما يوصلوا للناس، وقدروا ان هما زي ما قلنا لحضراتكم ان هم فعلا يدعموا الصناعه الوطنيه واتجهوا ليها، وبقوا بالعكس بيروجوا لها اكتر من اي خامه تانية ممكن تكون بتجيبها من بره. ماهي حاتم الرهوان وروان حاتم الرهوان، نورتونا في صباح الخير يا مصر، واعتقد ان انتم في الفتره اللي جايه كمان هيكون ليكم مساحه اكبر في مجال الاسياء اللي انتم تستاهلوا ده. ان شاء الله ربنا معاكم ان شاء الله. شكرا ليكم. شكرا. كده مشاهدينا نكون خلصنا حلقتنا، بنشكر حضراتكم على المتابعه، بكره ان شاء الله حلقه جديده من صباح الخير يا مصر في نفس الميعاد. طبعا ان شاء الله صباح الخير يا مصر من 7 لـ10 هيكون مع حضراتكم بكره، جمعه مباركه وان شاء الله يكون يوم سعيد على حضراتكم جميعا. صباح الخير والسعاده عليكم، صباح الخير يا مصر.